شو اللي بيميز مغربي بمجال علاج جذور الأسنان؟ احنا في مغربي دايما بنجيب احدث اجهزة في اللي بتميزنا في علاج جذور الاسنان. يعني مثلا في التشخيص احنا بنجيب الاشعة 3D اللي هي بتديني اي داتا انا مش متأكد منها قبل ما ابتدي العلاج، سواء وجود قنوات عصبية انا شاكك انها موجودة او لا، مكان القناة العصبية بالنسبة للعصب الرئيسي اللي بيغذي الفك. كمان احنا الادوات اللي بنستخدمها في ازالة الاعصاب الملتهبة في القنوات الملتوية جدا بتبقى ذات مرونة خاصة، ادوات حشو الجذور، ازاي بنوصل حشو العصب في الحتة القنوات الفرعية اللي صعب الوصول لها بالطرق الحشو العصب التقليدية. عندنا الادوات اللي هي بتخليني اشوف مجال رؤية افضل زي الميكروسكوب اللي هو بيخليني لو في ابرة مكسورة جوه القناة العصبية بقدر اشيلها بأداة دقيقة جدا، او بيخليني اشوف قناة عصبية صعبة رؤيتها بالعين المجردة، فده بيسهل لي جدا الشغل بتاعي. وبرضه بيستخدمه في القسم الجراحي او الشق الجراحي في علاج جذور الاسنان، فده بيخلينا يعني بيدي نتائج افضل كتير جدا او اوتكام افضل كتير جدا في علاج جذور الاسنان.